ما نقدر ننكر إن التشخيص بمرض السرطان تجربة صعبة، ومن الصعب بالأكثر التعامل معها وتقبلها. بس لما نشوف حالات كثيرة تعايشت وتغلبت وانتصرت على هذا المرض بقوتها وإرادتها، يكون هذا السبب نوعا ما بأنه نزيد ونذكر في كل مرة إن التغلب على الخوف ومواجهة المرض هو الأهم. ضيفتنا اليوم كاتبة متعافية وبطلة قدرت تجعل مرض السرطان مرحلة في حياتها ما زودتها إلا قوة. نرحب معنا عبر سكايب مع عزيزتنا الغالية نورة الشريم. أهلا وسهلا يا نورة. أهلا حبيبتي، أهلا فيكم جميعا ويسعد مساكم، وإن شاء الله يكون بداية شهر جميل علينا أجمعين يا رب العالمين. حبيبتي نورة، أولا أنا أحييك جدا، وأنا دائما أقول أنه المتعافيات من السرطان هم جنود على الأرض موجودين يدعموا ويعززوا ويساعدوا كل من هيتبعهم أو يقدر الله عليهم في أنهم يدخلوا في نفس التجربة. لو هسألك يا نورة في جملة مختصرة سريعة، كيف هتعطي عنوان لتجربتك مع السرطان؟ في مثل صيني يقول نحن لا نموت من السرطان بل نموت من الخوف. أي شيء بالحياة نخاف منه راح يصير عندنا ردة فعل غير طبيعية، يعني راح نواجه الموضوع بكل خوف، بكل تأزم، بكل نفسية متحطمة، وهذا غلط. أنا ليش أخاف من السرطان؟ دام المستشفيات مفتوحة، دام أنا واثقة ومتأكدة إن الشفاء بيد رب العالمين. صح، أكيد. فلازم الواحد يكون عنده شوية تفاؤل، يكون مع الله كثير عشان يقدر ينجز ويقدر يتخطى أي مرحلة. صح. نورة، اسم الله على قلبك، أنت حاربت السرطان لمدة 11 سنة، كلميني عن هذه الفترة. الحمد لله، والله الفترة كانت بين ألم وأمل، بين يأس وتفاؤل بعض الأوقات، وما في شيء يمر سهل، سواء سرطان سواء ظروف سواء أي شيء بالدنيا، ما في شيء سهل. صح. أنا لما كنت بطن أمي أنا كنت أعاني أبي أطلع للحياة، حول لنا تعب أمي، تعب الولادة، ألم الدنيا، كيف قدرت تكبرني وتعلمني؟ نفس السرطان، نفس الإنفلونزا، نفس ما مرت علينا تجارب من كورونا، صح ولا لا؟ صحيح. فقدرت حكومتنا ولله الحمد تثبت بجدارة أن الطب في المملكة من تطور إلى تطور، وأن صحة الإنسان أهم ما عليه، وهذا اللي أنا يخليني أثق وأتوكل على رب العالمين. إن شاء الله العلاج في كل المستشفيات، لكن الشفاء بيد الله. صح كلامك، والإرادة والعزيمة والثقة بالله، وكمان الواحد دائما يكون إيجابي. نورة، كمان في فيديو منتشر لك، مقاطع فيديو عن يحاكي عن قصة مرض السرطان، وطبعا هو هذا الفيديو من فكرتك، كلمينا عنه. والله شوفي، جات الفكرة في أكتوبر 2020. أنا أسوي فكرة عن السرطان، وكان بدعم من أخواني الاثنين، أخوي الكبير هيئ لي الأماكن، وأخوي الصغير مصور ومنتج، هو اللي أنتج لي المقطع. نعم. فكان يتكلم عن تجربتي بشكل مبسط مع السرطان لكن بطريقة أخرى. يعني أنت كتبتي هذه كانت القصة؟ كانت أكثر انحيازا للشباب لأن يقصرين في حقهم. فكانت الفكرة أن ولدي يمثل أنه هو عنده كانسر، وحول الألم إلى أمل، أقنع نفسه، أقنع ذاته أنه هو يقدر. صح. يعني ما انتظر أحد يقنعه، هو أقنع نفسه. طيب. فكان في نهاية المقطع أنه صاحب المريض يقول أنت راح تموت، يعني أنت فترة حياتك مؤقتة، وهذا غلط، أن أنا أعطي أي إنسان تقديراً متى راح يموت. صح. هذا غلط، أنا مش الله. صح. الله مقدر لنا أعمارنا، ممكن أنا فيني كانسر لكن ما أموت من الكانسر، أموت من مثلاً سكتة، حادث، أي شيء. أنا لما قبل أجي للدنيا مقدر لي ومكتوب لي إيش حياتي راح تكون، حتى اسمي، أنا من قبل أجي اسمي مكتوب. فالمقطع يحكي قصة عن شخص حول حياته من ألم إلى أمل، الله أعلم من على قولتهم من رحم الألم أمل وتفاؤل، صار يحب نفسه ويحب الحياة، صار يقاوم السرطان عشان يعيش، وثقب رب العالمين أنه اللي قادر أنه يغير الحياة بلمح البصر. الله الله. نورة، أنت الآن من بعد ما خضتي هذه التجربة، وما شاء الله عليك كتبتي كتاب، وقاعدة تحاولي تستخدمي كل وسائل رفع الوعي
وتساعدي فيها. هل كان في حياتك تجارب أخرى قريبة منك؟ لو تحدثيني وكيف ساعدتيهم؟ والله شوفي، قبل لا أحدثك عن التجارب اللي صارت بحياتي، أنا بنفسي صار لي تجربة قبل السرطان. صار عندي الوالدة انصابت بالجلطة، وهذا حول حياتي 180 درجة. بعدها انصبت أنا بالسرطان، وصرت لازم أقاوم، مو عشان نفسي، ما أنا راح أكون أنانية، عشان والدتي، عشان مسؤولياتي، عشان عندي إنجازات أنا حابة أنجزها. فلما سعيت إن أنا أوصل لهذا الشيء، الهدف معين، إن أنا أساعد المرضى، وبالفعل دواني مرضى كثير على تويتر، قبل لا أصدر كتابي، قبل لا أسوي لي مقطع، كان هدفي إن أنا أنمي داخل المريض أو أي أحد قريب منه فكرة إن رب العالمين هو اللي قادر يغير من حال لحال. أنا ما راح أعطيك وصفة شعبية، ولا راح أقول لك سوي العلاج الفلاني، لأنه مش اختصاصي. أنا راح أعطي إيمان إن الله قادر على كل شيء، إن الله بيده بلمح البصر. أنا ما ربي ابتلاني إلا لأن إيش؟ يحبني. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربي ابتلاهم بالأمراض والابتلاءات، ليه؟ عشان بشوف قوة تحملهم، صبرهم، وثقتهم فيه إنه هو اللي بغير من حال لحال. فكثير والله جواني، جاني شخص أذكره لين الحين، قال لي أنا فيني سرطان وأنا متأقلم مع الوضع، لكن كيف أقنع أمي؟ قلت له بسيطة الفكرة، جيب لها أمثلة وقصص ناس إيجابية تخطت هذا المرض، لأن الناس الكبار بالسن تفكيرهم غير الجيل الجديد. صح. صح. ما عندهم وعي، يعني عندهم فكرة أن السرطان خلاص بيموتني، لا هذا غلط. فقلت أجيب أمثلة إيجابية، أقرأ لها كتاب، أعطها هيئة نفسيا، بعدين أقول لها لو أنا مريت بهذه التجربة إيش راح يصير؟ قال لي شورتك وهداية الله. جاني بعدها فترة قال لي أبشرك، والدتي مقتنعة تماما بالموضوع، وقريت لها كتابك، وهي أصلا ما تقرأ، بس أنا قريت عليها، فأعطاها شوي دافع، يعني خلاها متفائلة شوي. الحمد لله ربي قدرني على فئة كثيرة، مو بس داخل السعودية، للأمانة دول الخليج من أخواننا العرب، الحمد لله يعني. وما زلت أسعى أن أنا أغير هذا، ما شاء الله، إن شاء الله أن نقدر كلنا. ما شاء الله عليك يا نور، الله يتمم عليك صحتك وعافيتك. اليوم حنا 1 أكتوبر، وشهر التوعية بمرضى السرطان الثدي زي ما احنا عارفين، وش النصيحة اللي بخاطر نورة تعطيها لكل مرضى السرطان وذويهم؟ تمام، أنا ما راح أوجه النصيحة بس للمرضى، للناس كلها اللي عندها هموم ومشاكل أمراض. المريض نفسه ما يحتاج إن أحد يسكر عليه بحلقة، يكون حول هذه الدائرة. صح. إن أنت لا تسوي كذا، أنت تعبان، أنت مريض، أنت هذا كله يضيق عليه ويحسسه انه هو مسكين. فلما الشخص يحس انه مسكين، يبدا يقتل نفسه بثلاث امور: يلوم نفسه، ينتقد نفسه، يقارن نفسه بغيره، وهذا غلط. انا حتى لو فيني كانسر، بس ممكن احد مثل حالتي او نفس نوع الكانسر، لكن وضع مختلف عني تماما، طريقه علاجه، طريقه تعامل معاه، مناعه جسمه، عمره، كلها هذه اشياء ما تقارنها ببعض. صحيح. أنا اليوم وصلت، أنت ممكن توصل قبلي بكرة، توصل تعديني المراحل. لا تقارن نفسك بأحد، لا تلقي اللوم دائما على نفسك، ليش أنا، ليش يا ربي أنا اخترتني، ليه ليه ليه، كل هذا يذبحك أنت، يذبح حالك، تفكير تصير حول الدائرة ما تطلع منها، هذا غلط. فالمفترض أن الأهل يتعاملون مع مريض السرطان كأي مريض، يعني أنا أخوي الله يحفظه الكبير يوجه لي يوجه لي نصائح، يدعمني بس من بعيد لبعيد، ما يحسسني ان انا ضعيف. صح، فهمت الفكرة؟ نفس الشيء مع اخوي الثاني، لما اجي عنده يعاملني معاملة ان انا شخص ما فيني شيء، طبيعي جدا. جميل جدا يا نورة، مريت بمراحل. نورة يعني ما شاء الله قصتك رائعة، وأنت ملهمة كثير. يعني نورة، أنت كمان كتبتي كتاب يوميات محاربة سرطان من واقع تجربتك اللي عشتيها يمكن على مدار 11 سنة. متى رح نشوف هذا الكتاب، وهل رح يكون موجود في معرض الدولي للكتاب في الرياض؟ هذا الكتاب معي ومن إصدار 2019. نعم. ومتوفر معرض الكتاب إن شاء الله بوابة رقم 3 دار تشكيل، من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر إن شاء الله، من الساعة 10 صباحاً إلى 11 مساءً.
نعم. والحمد لله لاقى صدى مرة جميل، والله يوفقنا إن شاء الله ونقدر نخدم أكثر الفئات اللي بحاجة لدعم نفسي وإيجابي. عن ايش تدينا لو تدينا محتويات الكتاب؟ هل هو يقدم الدعم النفسي؟ هل هو عن تجربتك الخاصه؟ ايش بعض المحتويات اللي جاءت في هذا الكتاب؟ الكتاب عباره عن 71 صفحه في قصتي باختصار مع او رحلتي مع المرض بطريقه ايجابيه، وهذا اللي صار فعليا معي. نهايه الكتاب في بعض قصص المتعافيات من انواع مختلفه من السرطان، مو شرط سرطان ثدي، لا في سرطانات اخرى، فبعضهم قالوا شاء تقدرين تكتبين عن قصتنا في الكتاب. فالمجمل حق الكتاب هو قصتي أنا. ريم نورة، عفوا نورة، لو هسألك أنت الآن القصص اللي موجودة في حياتك، هل كان كل الناس اللي أنت بتواجهيها أو بتصادفيها بتكون عندهم نفس الإرادة؟ ولو صادفتي شخص ممكن يكون مش قادر يستوعب الفكرة، صدوم، إيش هي خطواتك الأولى معه؟ أنا أحتاج فعلا هذه الإجابة. تمام، أنا قابلت ناس بحياتي طاقتهم السلبية جدا عالية، جدا جدا، يعني لدرجة انه ممكن يأثر علي. لا انا اجي واقول له شوف انا كمثال حي قدامي، يا اخي حب ذاتك، خليك اناني وحب ذاتك، ابسط نفسك، خلي عندك توازن بين انك تبحث عن صحتك وبين انك تستمتع، لانك لو قضيت طول حياتك تبحث عن الصحة ما راح تعيش، لو قضيت طول حياتك تبحث عن السعادة ما راح تعيش، لازم تكون عندك توازن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الأمور أوسط، خليك بالنص. فأنا واجهت كثير ناس عندهم والله طاقتهم الإيجابية عالية بس السلبية هي اللي تطغى على الكل، يعني درجة يجون يقولوا لي والله أنا فيني كانسر بس أنا خايفة، إيش راح أسوي؟ إيش طيب كانسر؟ وإذا كانسر الحين الطب تطور، العلم تقدم، السرطان يطول مدة علاجه ليه؟ لأن كل سرطان يندرج تحته أنواع كثيرة، فعشان كذا الناس قاعدة تبحث عن علاج فعلي، لكن الناس ما عندها قناعة أن العلاج الفعلي لأي مرض لأي مشكلة في رب العالمين. أنا لما أضايق من شيء وأحس طاقتي السلبية عالية أفرش السجاد حتى وأشتكي الرب أسولف معه، من بعدها كأن هم ما في أي إنسان بالدنيا يقدر يغير اللي بداخل إلا إذا كان عندك قناعة، قناعة أن أنت تقدرين، قناعة أن أنت تحبين نفسك شوي، تصيرين أنانية، خلوني أبسط نفسي أسعد نفسي حتى لو عندي موعد، إيش يعني؟ بكرة إن شاء الله تزين، رب العالمين قال وبشر الصابر وأقسم في كتابه مرتين وأن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا، ما في شيء في الدنيا يبقى طول العمر سلبي ولا طول العمر إيجابي، خلونا في حياتنا توازن بين وبين. نورة شريم يعطيكي ألف عافية وشكرا لك، ونتمنى لك يا رب أن ربي يتمم لك الصحة والعافية، والله يساعد ويقوي كل محارب يا حي يا قيوم. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم.